تأجيل خفض قيمة العملة. تعرف على كواليس الساعات الأخيرة بين مصر ومسؤول صندوق النقد. من كام ساعة كده وزارة المالية أعلنت بشكل رسمي أنه أخيراً تم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدمج المراجعتين الأولى والثانية لقرض 3 مليار دولار، واللي هيعملهم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، وده بعد تأجيل المراجعة الأولى أكتر من مرة وسط تساؤلات حول التقدم اللي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الصندوق، وقالت إن وصول بعثة الصندوق لمصر هيكون قبل نهاية 2023. فيا ترى الكلام ده معناه إن مفيش تعويم للجنيه إلا في السنة الجديدة؟ هل قدمت الحكومة تعهدات جديدة للصندوق عن مرونة سعر الصرف للعملة؟ وزارة المالية من موقعها الإلكتروني قالت إن الحكومة اتفقت مع مسؤول صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والتانية في توقيت واحد، واللي هي تقريباً قبل ما تخلص 2023، وأكدت إن المفاوضات دي هتكون مع صندوق النقد الدولي ماشية بشكل مثمر وإيجابي وفقاً لشروط البرنامج المتفق عليه مع الصندوق. خلينا أفكركوا إن وافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر اللي فات على قرض قيمته 3 مليار دولار علشان يسهل الصندوق على مصر إنه يساعدها بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية اللي لحد دلوقتي مصر بتعاني منها، زي التأثير السلبي اللي حصل على سلاسل الإمداد في أسعار السلع الأساسية وخصوصاً الحبوب والطاقة. وفقاً للشروط المتفق عليها بين مصر والصندوق، بيخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج اللي بتبلغ مدته 46 شهر لـ8 مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس اللي فات، لكن ده ما حصلش وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق على التقدم اللي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. كانت تعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن لما توصلت لاتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي في أواخر السنة اللي فاتت، وبسبب بعض الإجراءات اللي خدتها الحكومة نجحت في استقرار سعر الصرف من 31 جنيه للدولار في البنوك وشركات الصرافة المعتمدة، لكن الصندوق شايف إن ده مش سعر عادل وبيطالب بمزيد من مرونة سعر الصرف. طبعاً بعد الاتفاق على دمج المراجعتين، هل كده مفيش تعويم للجنيه؟ بنسبة كبيرة مفيش تخفيض لقيمة العملة هيحصل حالياً سواء دلوقتي أو على المدى القريب والمتوسط، وده لأن مصر شايفة إن سعر الجنيه مقيم بأقل من سعره بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية، وكمان مصر بتراهن في الوقت الحالي على جمع سيولة دولارية جديدة من بيع عدد من أصولها خلال الشهور الجاية، والاستثمارات والشهادات المالية من البنوك، والمتوقع جمع ما يقرب من 5 مليار دولار قبل منتصف 2024. طب هل مصر قدمت تنازلات جديدة علشان الصندوق يوافق على دمج المراجعتين؟ كواليس المفاوضات بين مصر والصندوق أكيد مستمرة طول الوقت، ومصر ما قدمتش أي تنازلات، بل بالعكس الصندوق هو اللي أبدى تفهم واضح لموقف مصر والظروف الصعبة اللي بيمر بيها الاقتصاد المصري، خصوصاً إن العالم كله بيعاني من نفس الظروف، وفي دول كبيرة جداً عندها فجوة تمويلية ومشاكل كبيرة بسبب اللي بيحصل في سلاسل الإمداد العالمية والارتفاع الغير مسبوق في أسعار الحبوب والمواد البترولية. فلسه مع بداية السنة الجديدة هيكون في قرارات كتير هتغير من الاقتصاد المصري وقيمة العملة.